مساء الأنوار. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. أرحب بالكبار الكاتب الصحفي الكبير ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق كابتن عصام عبد المنعم. يا مساء الأنوار. أهلا مساء الأنوار كابتن. أهلا وسهلا. أهلا منور الدنيا. نورك. أهلا وسهلا. والكاتب الصحفي الكبير قطع الأستاذ أسامة خليل. يا مساء الأنوار. مساء الفل. أهلا وسهلا. أهلا بيك. وحشتنا جدا. والله هو منقطع بقالي 5 سنين قررت أرجع معاك مش عارف ليه. يعني أنا ما قلت لهم قالوا لي ما بيرضاش يطلع. 5 سنين ما بتطلعش. أما لقيت الموضوع دخل الرياضة في السياسة وأنت بتقعد تتكلم ما تبقاش عارف أنت بتتكلم في برنامج رياضي ولا برنامج سياسي. الكلام ده من 2013 أو 2012. فلقيت لا مش يعني أنا بحب أبقى بتاع رياضة بحب بتاع رياضة. بالظبط. نقعد بقى نتكلم في السياسة ده مش مكاننا. صحيح. ودلوقتي أنت شفت الكرة دخلت في السياسة فالدنيا باظت يعني والكرة دخلت في الثورة بقى يعني ما فقلت أبعد أحسن. انما حبيت ارجع طبعا ما فيش افضل منك يعني ولا افضل من وجهك البشوش يعني. الله يخليك يا استاذ وسام. طيب احنا عنواننا النهارده العنوان هو كيف نوائم بين او نجمع بين مصلحه الدوله وانتظام المسابقه. ده العنوان اللي هنتكلم فيه ومن خلاله عندنا مجموعه من الاسئله بتشاركها حضراتكم في الاجابه عليها. بداية باعتبار حضرتك كنت رئيس اتحاد الكرة الأسبق، متى ينتهي الصداع ونرى دوري منتظم في مصر؟ طبعا انتظام الدوري هدف، لكن هناك أهداف تسبق. نعم. يعني السلام الاجتماعي، مصلحة البلد، مصلحة المواطن، يعني لا شك ان كرة القدم صناعة وكل حاجة، لكن هي في النهاية نشاط ترفيهي. صحيح. هناك أولويات عند المواطن زي أولويات عند الحكومة. كرة القدم لها مكانها في هذه الأولويات باعتبارها صناعة وباعتبارها جزء من الترفيه وباعتبارها جزء من النشاط الرياضي للبلد. لكن في كل توقيت الأولويات بتتغير. يعني لما يكون التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي ده احنا بنتصدى لمحاولات ناس عايزة تدمر البلد. صحيح. ناس عايزة مصر ما تقومش ومصر بتقوم ومصر بتتقدم كل يوم بقوة بقوة. وهناك ناس مش عايزة الكلام ده. المنفذ بتاعهم ايه؟ هم ما عرفوش ينفذوا من بشكل عسكري، ما عرفوش ينفذوا بشكل سياسي، انما يعرفوا ينفذوا من خلال ماتش كوره. يعملوا زيطة، شوية صداع، يعملوا شويه صداع. فكل المساله دي، كل المسائل دي لابد ان احنا نكون واعيين ليها والناس واعيه ليها، وفي نفس الوقت ما نسمح لهمش ان هم يعطلونا. يعني نلعب الدوري بتاعنا وينتظم، لا نستحمل من غير جمهور. نستحمل. نعم. ونلعب الدوري بتاعنا. بعض المباريات تتأجل وتتنقل، تتأجل وتتنقل مفيش مشكلة. لكن في النهاية احنا قدامنا هدف عايزين نوصل له. نعم. مش عايزين حد يجرنا في طيب. حاجات فرعية. في هذا الاتجاه يا استاذ وسام، الصداع الذي يأتي دائما بعد التأجيل هو التهديد بالانسحاب. كيف ترى هذا الأمر؟ بص يعني أنا شايف إن واضح إن المسؤولين اللي موجودين على مقاعد المسؤولية في الأندية ليسوا على قدر المسؤولية، أو بعضهم ليسوا على قدر المسؤولية، وهم مش مدركين لسه اللي كنت بيقول أستاذ عصام دلوقتي هي المرحلة أولوياتها إيه؟ هل المرحلة أولوياتها إن إحنا نعلي شأن كرة القدم والتنحر عليها عن مصلحة أمن وطن، ولا ان ننغلق على انفسنا؟ انا رايي بقول لك هم مش مسؤولين عن البحث، بدليل ان هو مش همه غير ان هو يرضي جمهوره، مش همه، مش باصص الظروف اللي محيطه بيه، انما بيبقى حرصه على ارضاء جمهوره، على الخوف على مقعده، لان واضح ان هم ما زالوا معتقدين ان الجمهور هو الذي يضعهم على مقعدهم. فدوت هو اللي بيخليهم يعني مرتبكين في اتخاذ القرار. نعم. وبعضهم من المفترض ان هو يعني عنده من الحصافه ان هو يدرك هذا، ولكن حلاوه الكرسي بتخليه يتجاهل مصالح اخرى مش باينه قصاده. انا شايف في المرحله دي
ان جزء يعني احنا بنقول ان المدرجات غاب عنها الجمهور بقى لنا اكتر من 2013 تقريبا بالزبط. الجمهور غايب. مفترض ان هذه المجالس تجلس على مقاعدها وهي مستريحه، لان ما بقاش في الجمهور اللي بيضغط عليك. قبل كده كنت في مباريات ما قبل 2011 كان الجمهور بيخش بيهاجم لعيب او بيهاجم اداره او، فبتبقى هو ده الوسيله تعبير الجمهور عن ردته او عن رؤيته داخل الملعب في المدرجات، وكان ساعتها بيبقى واضح وصريح وتحت المنظار. انما دلوقتي بقى الجمهور مش في المدرجات، الجمهور قاعد على السوشيال ميديا. وهناك اغلب الانديه يعني اذا لم تكن تستخدم السوشيال ميديا كي تاتي الى مقاعدها ثم تستمر على مقاعدها، فهي حتى الان بعضها ان لم يكن اكثرها يخشى من السوشيال ميديا. وده الموضوع الخطر، يعني الموضوع الخطر مش على زي مش على كره القدم زي ما قال الاستاذ عصام، على السلام الاجتماعي اساسا. يعني احنا السوشيال ميديا مش عايز اقول لك ان هي بتدمر دلوقتي حياه اجتماعيه، بتدمر حياه سياسيه، يعني حاله القلق والخوف والرعب اللي احنا عايشينه، لان في ضغط جاي لنا من منطقه تانية احنا ما تعودناش عليها خالص. ثقافتنا اساسا صحيح. ما خدتش يعني ثقافه المجتمع المصري او حتى تعليمه ما وصلش لمرحله ان هو يقدر يتعامل مع هذه الوسائل. واذا كانت هذه الوسائل اساسا بتستطيع ان تؤثر على السياسه الامريكيه وعلى الناخب الامريكي صحيح. في 2016 تخيل بقى عندنا في مصر هتعمل ايه. ثم كانت الوسائل الاخطر فيها ما فيها بقى غير ان هي بتهدد السلام الاجتماعي، وغير ان هي مصدر يعني رائج لترويج الاشاعات ولطيف، يعني من ممكن تصور الاشاعه عن طريق الواتساب، عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، اشاعه بتتصرف في ثواني تلاقي ملايين الملايين ابتدوا يتداولوها. فبقول لحضرتك اذا كان مجتمعات متطوره او مجتمعات متقدمه زي امريكا استطاعت ان تقع فريسه لهذا الغول، هذا الوحش اللي اسمه السوشيال ميديا فماذا تستطيع ان تفعل دول يعني عايزين ناميه او دول ما زالت ثقافتها لم تصل الى لم تصل الى تعليمها مش بهذه الدرجه فطبعا لازم تنهار. يعني جزء تاني هنخش عليه ولازم نتكلم فيه اذا كانوا ما قدروش يسيطروا او يضغطوا على فكره استخدام الحياه اليوميه اللي هو فكره ارتفاع تكاليف الحياه، ارتفاع البنزين ما قدرش يستغلوها الناس. واضح ان الناس بعد ثورتين خلاص عايزه تهدى، عايزه ترتاح، القلق اللي عاشته عايزه فرغم ضغط الحياه فالناس بتحاول تتحمل، فلم يجدوا مدخل لهذا الامر سوى كره القدم. ليه؟ لان كره القدم ما زالت هي المتربعه او هي المنفذ الوحيد والمنفذ الوحيد للشعب المصري وبالمناسبه للعالم كله في ان هو بيرفع عنه. فانت بتستطيع وما زالت لديها برضو كره القدم حاله التعصب اللي موجوده والانتماءات اللي موجوده لسه موجوده عند داخل المواطن المصري يعني بشكل كبير. فيقدر يخش من الحته دي ويبتدي ينميها، يبتدي يكبرها، ويبتدي يستغل الاحداث او ما بعد الاحداث. يعني ساعات ممكن يستغل الحدث لو كان في ماتش بجمهور او ما بعد الحدث ان هو يعني فوز اهلي او فوز زمالك، تكتشف ان هي بتبتدي ناس فرحانه بتنتهي. ودي كانت حكمه التاجيل تقريبا هي دي بتبتدي ناس فرحانه تنتهي، الناس بتعبر عن موقف سياسي، هو انت بتتكلم في كوره وكلام في السياسه ثم برضه حتى استغلال، يعني حتش تقول ان دول مش بتوع كوره استغلال المدرجات في الفترات القليله اللي هم الجمهور بيروحها استغلال، يعني لازم الناس ترجع نفسها، دي مش ناس بتاع الكوره. اللي لما يبقى السلام الجمهوري بيتعزف وما فيش حد عارف ان عندما يعزف السلام الجمهوري يجب ان تقف احتراما له، لا يبقى عندك مشكله في الانتباه، يبقى عندك مشكله. فالنهارده ما بيحصل الامر هم بيغنوا حاجه ثانيه، بيغنوا حاجه ثانيه الله. ثم بقى هنا وانا بقى برجع هنا، فين مسؤوليه الانديه؟ يعني لما حضرتك تبقى رئيس نادي الزمالك او رئيس نادي الاهلي او رئيس اي نادي، يعني مدير تحكم فيهم ازاي؟ على الاقل على الاقل لا انا ما بقولش تحكم بس على الاقل مفترض ان انت القياده الوعيه التي تعي جماهير، توعي جماهير. فانت بتطلع بيان انت ما فعلته ده كلام خطا، وان الانتماء معناها كذا وكذا، وان الانتماء للوطن اهم من الانتماء للنادي. دي قضيه ثانيه كبيره جدا. اتفضل يعني سوري ان انا طبعا بقطع شويه تسلسل الحوار. طيب هل يا كابتن عصام عشان نكون صرحاء برضو، هناك لدى احيانا بعض رؤساء الانديه موروث سابق في مجاملات اتحاد الكوره، يعني اتحاد الكوره على مر السنوات كانت تحدث مجاملات
دايما مش دايما يعني احيانا ما كان هو موجود. لا طبعا انت وقتك اشهد بيه لان انا كنت مدير اعلام مع كابتن عصام. الحقيقه رجل حاسم وقاطع وصارم بمنتهى الصراحه. لازم نشرح لنا قضيه ابراهيم سعيد. قضيه ابراهيم سعيد الزملكاويه متهمينه ان هو ابراهيم سعيد. ايه كان حصل ايه؟ طب فكر الناس كده بيها دي قبل ما نجاوب على السؤال ده. لا يعني هي 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 يعني الواحد لما بيتولى منصب زي منصب اتحاد الكوره يعني ده منصب الحقيقه رئاسه اتحاد الكوره ده في مصر او في دول كثيره يعني هو منصب يفوق المنصب الوزاري من ناحيه المسؤوليه ومن ناحيه تاثير القرار على جماهير يعني مش فئه معينه ملايين مش لا ومش فئه عمريه معينه ولا جنس معين ولا كل الفئات وكل المراحل السنيه وكل الاعمار فيعني هي مسؤوليه لازم الواحد يعني يتحسب تماما قبل ما ياخد القرار وبالتالي يصعب ويجب الا يكون القرار فردي من المهم ان يكون هناك تحضير للقرار يعني يبقى فيه قبل ما اخد القرار في ناس بتجهز في ناس بتقول لي الجوانب القانونيه بتاعت القرار الجوانب الامنيه اللي ممكن تترتب عليها التداعيات الجماهيريه اللي ممكن تحصل كل المسائل دي بتحضر لازم لما تيجي تاخد القرار ما تاخدوش من منطلق رايك الشخصي لان رايك الشخصي محكوم بتكوينك وبتجربتك وبتاريخك وبتعليمك وبثقافتك و او بهواك او بهواك وغصب ما تقدرش تمنع الناحية العاطفية جواك انها تتدخل حتى ولو حبيت انك تحيدها مش هتحيدها 100% ايوه فلابد انك يكون المسائل دي كلها بتجهز لاتخاذ القرار ثم بعد كل ده القرار دايما يبقى قرار جماعي لابد يكون هناك ديمقراطية في اتخاذ القرار ديمقراطية حقيقية انه الناس اللي موجودة على الترابيزة كلها نعم تضع رأيها وتقول رأيها كله من وجهة نظره ان كل واحد يمثل اتجاه معين فهي يعني مسألة اتخاذ القرار او فلسفة اتخاذ القرار احنا عايزين نغيرها شوية او عايزين نتعلمها نتعلم ازاي ناخد القرار الديمقراطي لان احنا يعني متأخرين شوية في حتة الديمقراطية في امور كثيرة فردية القرار فرديه القرار وكانت فرديه القرار بتجد هوى عند بعض الناس وحكم بامره يعني يعني اتحاد الكوره او النادي او غيره احنا عندنا موروث فرعوني بفرعن الناس يعني احنا اللي بنفرعن القياده فاحنا دلوقتي بقت المنظومه مختلفه شويه ثقافه الشباب وثقافه الاجيال اللي بعد كده ما بقتش بتفرعن حد بتفرمل بدل ما تفرعن تفرمل وتقول له فكر في الناس وفكر وخد مشوره وده للمصلحه وللمصلحه علشان القرار خاب من لم يستشر زي ما بيقولوا يعني القرار الخطا تصويبه بيكلف تاخيره يمكن ما يكلفش قد ان انا اخده بسرعه في الحته دي كابتن عصام عشان ده كان سؤال وانا ابراهيم سعيد لو في ثانيه بما انه الاستاذ سما قالوا عشان الناس تسمعنا كان ايه الموقف يعني هو موقف يعني موقف ابراهيم سعيد يعني وجهوا لك حاجه وقتها انحياز لكذا او لكذا يعني زي ما الاستاذ سما بيقول يعني كان في لانه كان طبعا المشكله كانت بين الاهلي والزمالك كالعاده ان انا باعتباري يعني ابن من ابناء النادي الاهلي وحارس مرمى فان انا كنت منحاز في وانا شفت ساعتها انه هذا الاتهام يوجه كمان للمجلس كله لان المجلس معنى كده المجلس كله ملوش راي وان انا باخد قرارات منفرده لكن في النهايه كمان عشان اثبت ان انا مش اهلاوي او مظلم النادي الاهلي لا ده خطا برضو مش مطلوب ده مش مطلوب وده موقف استاذ عمرو جنين النهارده هو محسوب ان هو زملكاوي فاي حاجه بتتعمل بيقول لك ده لمصلحه الزمالك لا انا شايف بالمناسبه يعني انه اللجنه الموجوده الحقيقه بتادي دورها على وجه طيب جدا وموفقين
وانا اؤيد ان هم يعني نمد لهم. لا ما هم خلاص لغايه الانتخابات بقى، يعني قلنا ديمقراطية بقى. لغايه الانتخابات يعني. انما اذا الانتخابات اتاخرت لاي سبب، 14 سنه جايه ان شاء الله. هم الحقيقه قاموا بدورهم على خير وجه. طيب في المنطقه دي يا كابتن، نرجع لك بقى بالسؤال اللي انا كنت بساله الاستاذ عصام، يعني مساله انه كابتن مثلا الخطيب كان عندهم اعتقاد انه ربما هناك، خلينا نتكلم بصراحه يعني، ان ربما كان هناك توجه زملكاوي داخل اللجنه المؤقته لعدم لعب مباراه الاهلي والزمالك، ودي مش حقيقه اكيد الا اذا كان ليك راي اخر يعني. ومن ثم هل ده موروث موجود عندنا من سنوات، ان دائما اتحاد الكره، مش دائما، احيانا كان فعلا بيحكم بالهوى؟ لا هو في اوقات كتيره هو بيحكم بالتوازنات، مش يعني بالتوازنات. لو يكن بالهوى فهو يحكم بالتوازنات. وحتى تلاقي تملي مجلس الاداره بيبقى متقسم توازنات اهلي وزمالك، ويبقى مدى قدره كل جبهه ان تفرض رايها وتفرض، وكل نادي بيعتقد ان عضو مجلس الاداره الزملكاوي او الاهلاوي ده ممثله ويجب ان يدافع عن وجهه نظره ظالما او مظلوما. انما فيما يخص القضيه الاخيره اللي هي انتهت زي ما احنا عرفنا بتأجيل الدوري بلا داعي وبدون اي سبب، يعني في وقت احنا بنطالب بالانتظام احنا برضو اللي بنوافق وبنهلل للتأجيل. انا بقول لا، من اللحظة الاولى ان ادارة النادي الاهلي لم تتفهم، وده المشكلة اللي لازم ادارة النادي الاهلي، اللي انا اظن ان هي هتبقى واعية في المرحلة القادمة، انها تتفهم هذا الامر بعد الموقف ده بالذات. طبعا ان انت بتبني قراراتك على معلومات غير صحيحه. يعني هو الكابتن محمود الخطيب اما اتكلم في البيان الاخير اللي هو طلع امبارح، هو بيتكلم ان الاجتماع مع السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي قد صحح المعلومات المغلوطه التي تداولتها وسائل الاعلام. حضرتك المعلومات المغلوطه التي تداولتها وسائل الاعلام اللي انا مش عارف ايه هي، لان ما فيش معلومات طلعت من وسائل الاعلام بتقول ان الزمالك هو الاساس في او السبب في التاجيل، او بتقول ان اتحاد الكوره تواطأ مع الزمالك على الاهلي، مفيش اي معلومه اتقالت بالشكل ده طبعاً. انما الجميع قال ان الامن هو اللي طلب التاجيل. انما اللي حصل ان اداره النادي الاهلي، مش معلومات المغلوطه، ما جاء على السوشيال ميديا بعد قرار تاجيل المباراه هو ده اللي حول العمله. يعني لما تلاقي كذا هاشتاج بيتعمل ان الزمالك بيحكم، ان رئيس نادي الزمالك هو اللي بيدير، ان الجميع منبطح امام الزمالك، اللي هو الكلام بقى ايه، وناس تتداول، وانا رايي هي بتبقى هاشتاجات على تويتر او موجهه لا واضح ان هي موجهه. هقول لك ليه حضرتك، حشدت لك ليه هي موجهه. ان هي تضع نادي الزمالك في اطار ان هو القوي المتحكم، فتستفز الاهلي، وهذا ما حدث بالفعل. والنادي الاهلي اتنصب له فخ ووقع فيه بسهوله جدا، لانه انا رايي انه او اعتقد ان هم على علاقات قويه باجهزه الامن وبقيادات الامنيه وبالمسؤولين اتحاد الكوره، ورئيس اتحاد الكوره نفسه او القائم بعمل رئيس اتحاد الكوره او رئيس اللجنه المؤقته كان موجود في حفل تنصيب النادي الاهلي، واعتقد ان هو فرح للنادي الاهلي اكتر ما يفرح للزمالك، وكانت صوره يعني محط سخريه لجماهير الزمالك، كيف يفرح بهذا الشكل مع اداره النادي الاهلي. فكانوا يستطيعوا ان هم بسهوله ان يتم توثيق المعلومات. واذا كانت اداره نادي كبير زي النادي الاهلي او نادي الزمالك لا تستطيع ان توثق معلوماتها اللي هتاخد على اساسها قراراتها، يبقى هي تستحق ان تتواجد في مكانها. فهو بناء على ضغط جاء من السوشيال ميديا، وانا بقول لك هو ضغط موجه وليس موجه من الجماهير العاديه. بالمناسبه هقول لك ليه مش موجه من الجماهير العاديه، ضغط موجه من اطراف بتستخدم العناد او التناحر اللي ما بين الناديين لكي تشعل الفتنه وتزيدها. صحيح، مش جمهور طبيعي. بدليل ان حصل كده، فالنادي الاهلي خد القرار المتسرع ده بان هو بينسحب، بيحترم الامن بس بينسحب لانه مش مقتنع بالسبب. وده كلام مش منطقي. يعني زي انت بتحترم الامن وتعلم، في الاخر انت برضو مش عايز تستجيب لهذا الامر. وبعد كده بتصعد لمدى، يعني هو بتجيب الاخر من اول سطر، يعني من اول المشكله بنجيب اخرها وبنقول احنا تقريبا مش هنلعب تاني. طيب معنا. يعني في المنطقه دي يا استاذ سامي، عشان ناخد كل اللي احنا عايزينه، انت تقصد ان كان من الممكن جدا التحقق من الامر ببساطه شديده جدا، وبالتالي ما كناش رحنا المنطقه دي؟ صحيح، ولكن استسلمنا لضغوط السوشيال ميديا. صحيح، ودي اخطر حاجه في الدنيا. صحيح. يبقى هنا السؤال بقى للكابتن عصام، وهو يعني
لائحة المسابقات بتقول الأندية مسؤولة عن إن هي تختار ملاعبها وتجيب موافقتها وتجيب موافقات الأمن. لو هذه اللائحة طبقت وأصبح النادي الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو غيره مسؤول إن هو اللي يجيب الملعب بتاعه وهو يجيب الموافقة الأمنية بتاعت المباراة بتاعته، هنستريح من الهيدك ده؟ هتجاوبني ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل يعني. يا مساء الأنوار، يا مساء الأنوار. يا مساء الأنوار، يا مساء الأنوار. كان السؤال عند حضرتك، اتفضل. انا سالته، اساله تاني. فكرني. حاضر. فكر الساده المشاهدين كابتن يعني عصام بعد الساعه 11 لا والناس اللي بتتفرج دلوقتي يمكن بعد الصوره نسيوا. طبعا ما كانوش موجودين. يعني طريقه من طرق رفع الضغط عن اتحاد الكره، لائحه المسابقه بتقول انه النادي مسؤول عن ان هو يوفر الملعب اللي هيلعب عليه ويجيب الموافقات الامنيه بتاعه المباريات اللي هتتلعب على هذا الملعب. لو فعلنا هذه اللائحه، طبعا كلام فارغ. انا اللي بدير، انا اللي مسؤول ان انا اجيب الملعب واجيب الحكام وانا واعمل كل الموافقات الامنيه انا الجهه المسؤوله عن اداره المسابقه. وكل نادي يروح يجيب لي نفسه موافقه بالاسم اللي جنبه ده، ما دي موجوده في اللائحه على فكره. غلط. تتشال. يعني انا مثلا نادي في اسماعيليه اروح اجيب امن اسماعيليه، ما ده يروح يجيب امن كفر الشيخ، وده يجيب امن القاهره، وده يعني المسائل كلها مش النادي اللي مسؤول. الجهة التي تدير المسابقة هي المسؤولة، سواء كان اتحاد الكورة أو لجنة الدوري أو أيا كان الشكل اللي هيدير المسابقة، هو اللي مسؤول عن أنه يجيب الحكام ويجيب الملعب ويجيب الموافقات الأمنية وكل هذه الأمور. هو المسؤول عن إدارة المسابقة وإدارة المباريات، إنما الأندية ما ملهاش دور في الهزيل. ملهاش دور خالص. طيب احنا برضو بنحاول في الكلام هنا ان احنا ربما نقترح اقتراحات تنفع في اوروبا. يعني النهارده لما حصل تاجيل لمباراه الاهلي والزمالك اترمت من الاسبوع الرابع لنهايه الدور الاول. في اوروبا بيعملوا ما يسمى بفترات خاصه بالمؤجلات، بتبقى موجوده في الجدول اللي هو البوكسنج داي زي ما بيسموه بره. يعني صحيح، تتصور ده ممكن يتعمل عندنا؟ ما هو لا، هو ممكن يتعمل لو في الظروف الطبيعيه. يعني خلينا بنتكلم طول ما كانت الظروف طبيعيه. نعم. ما فيش مشكله ان انت تعمل هذا الامر، لان ساعات بتبقى المشاركات في البطولات الافريقيه او البطولات العربيه او الظروف اللي بتحصل لفريق ما يعني، فممكن تبقى الحاله دي بتبقى في وقت المؤجلات، ده في الظروف الطبيعيه. انما في الظروف غير الطبيعيه، حضرتك شفت دلوقتي يعني مثلا ماتش برشلونه وريال مدريد. في مشاكل في اقليم كاتالونيا، مظاهرات فالست كان الماتش 26 نوفمبر فاتنقل 18 ديسمبر. لو يوم 18 ديسمبر حتى لو كان هو في المواعيد المؤجلات البوكسنج داي، لو هو وفضلت ما زالت موجوده هذه المشاحنات او هذه الاضطرابات اللي موجوده، هيتاجل تاني وتالت. تمام، لكن ما يمنعش ان يعني انا احط فتره مؤجلات في الجدول ده كويس حضرتك. لو ما هو المؤجلات بتيجي من ايه؟ حطها لو في الظروف الطبيعيه، لو انا بعمل علشان مشاركات الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه والمصري والبيراميدز في البطولات برضو العربيه والافريقيه، ماشي ما عنديش مانع. حطها فورا. انما لو الظروف غير طبيعيه، لان التاجيل جاي عن طريق الامن. ما ينفعش النهارده ماشي الاهلي والزمالك بيأجلوا الامن فتقول لي اصل البوكسنج داي كمان اسبوعين عايز العبه. طب ما هو الظرف الامني هو المتحكم، هو السبب في تأجيله مش اي حاجه تانية. يعني انت شايف ده ما تمشيش عندنا احنا؟ تمشي في الظروف الطبيعيه، في الظروف الطبيعيه بس كده. انما الظروف الامنيه اللي الامن هو اللي بيحتم عليها، لا خلاص. يعني بالمناسبه بس في مباريات للاهلي والزمالك عاديه جدا بتتاجل طول الموسم، يبقى ممكن ده يتعمل. طيب لو لم يتوجه الدكتور اشرف صبحي لمنزل الكابتن محمود الخطيب، كان الحل هيبقى ايه؟ سؤال صعب. طبعا الحمد لله انه توجه، يعني الحمد لله انه توجه. وبعض الناس في على السوشيال ميديا برضو زي ما بيقولوا الاستاذ اسامه قال لك ايه ده تدخل حكومي. طبعا لا، ده راجل بشكل ودي راح بيحل يعني. لكن هل احنا كل لا قدر الله مشكله تحصل هنبقى مضطرين لهذا الامر؟ بنتكلم بوضوح عشان نحل. لا، ما احنا مش عايزين نوصل للمرحله اللي هي نقول النادي الاهلي عنده حق انه واخد الموقف ده. لا خالص، انا بتكلم على
طريقه الحل. طريقه الحل يعني طريقه الحل دي يعني انا بحييها لكن مش موافق عليها. لان دي مش طريقه يعني طريقه قعده العرب وطريقه ان انا الخواطر وطريقه الحاجات دي كلها دي مش حاجات يعني حلول موضوعيه تعيش. وان انا عشان خاطري وان انا وانا هكبر لك عشان انت جيت لي الكلام ده كله يعني كلام لا يصح مش مؤسسي ولا 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 صح. اذا اين القواعد من وجهه نظرك اذا كان هذا الامر من وجهه نظرك مش بروفيشنال؟ يعني اذا حصلت مشكله لا قدر الله اذا حصلت مشكله اللي ما يلتزمش في لائحه تطبق عليه. تمام. اللي ما يجيش مخصوم. لو اللائحه بتقول ينزل درجه ثانيه ينزل درجه ثانيه. وانت لازم تبقى عارف عواقب القرار اللي بتاخده. مفيش يا مرحميني. يعني مش عايزين طبطبه. طبطبت على الزمالك في مصر مقصره تفتكر السنه اللي فاتت. بالظبط كده. يعني المساله يعني من امن العقاب اساء الادب. نعم. انما اللي عارف ان في عقاب مش هيسيء الادب. وهيلتزم وينضبط. نعم. ولما اعمل الكلام ده مع الاهلي والزمالك بقيه الانديه كلها لازم تلتزم لانه بالزبط. الكبير اتعاقب. يعني حضرتك بتنادي بان لابد ان تطبق القواعد ويحترم هذا الامر تماما عشان نقدر نعمل مسابقه حقيقيه. صحيح. اما انه الاهلي او الزمالك هما الاثنين الوحيدين اللي بيلوحها باي شيء يعني. اذا ترك الامر بهذا الشكل لن تكون هناك مسابقه منتظمه. احنا برضو بنتكلم للصالح العام ما فيش كلام. طيب بما انه حدث هذا التأجيل وكان الاستاذ عمرو الجناني طلع وقال حاسبوني لو اجلت دقيقه واحده، هل فقدت اللجنه المؤقته مصداقيتها في هذا الامر؟ يعني انا عايز بس اعقب على بقيه الكلام بتاع الاستاذ عصام لانه قال كلام مهم جدا طبعا. على فكره وانا رايي ده القاعده الاساسيه. اول حاجه انا شايف يجب ان تكون الدوله اكبر من الانديه. ايوه. والسيد وزير الشباب والرياضه هو يمثل الدوله ولا يمثل نفسه، وهو ليس رجل منتخب ولكنه رجل دوله له مسؤولياته. وطالما انه نزل اليوم للنادي الاهلي بكره هينزل نادي الزمالك طبيعي. فاحنا هنا الـ زي ما بنقول احترام السلطه او الخوف من السلطه او هيبه السلطه ممكن تهتز في موقف زي الامر. انما ربما يكون برضه عشان برضه نبقى منصفين يعني ان الجهات الامنيه ترى ان هناك من يريد ان يستخدم هذا العقاب الذي يمكن ان يحدث بلبلة طبعا. هو يبقى في فرصة بالزبط. انما انا مع نزعت الفتيل. انما انا مع الدولة او 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 اتحاد الكورة زي ما قال الاستاذ عصام كان يجب ان ينفذ اللوائح في هذا الامر. وان الاهلي كان يجب انت اتخذت قرار بناء على معلومات مغلوطة يبقى لازم ان انت تدفع الثمن ده. فده ما اتدفعش. اما فيما يخص السؤال بتاع اللجنة المؤقتة، هل اللجنة المؤقتة زي ما بقول حضرتك برضو يعني ايه، وانا شايف برضو ايه هم يعني في ناس كتيرة بتعيب على رئيس اللجنة المؤقتة انه طلع التصريح ده، هل هو الذي اجل المباراة؟ وده السؤال يعني. هو ما اجلش ماتش. يعني احنا قاعدين نلوم الراجل هو ما اجلش الماتش. اللي اجل ماتش الامن. صحيح. فيجب ان اذا كنا حنلوم احد نلوم الامن، واذا كنا عايزين نلوم الامن بلاش تلوم الامن دلوقتي ارجوك، لان احنا في ازمة كلنا. يعني بلاش حد وبعد كده حضرتكم عايزين تلوم الامن. طب هو انتوا ليه ما بتقعدوش مع الامن تشوفوا ايه الحلول؟ يعني انت عايز تقعد حضرتك على الكرسي بتاعك وتروح تلعب الماتش وتيجي تحضر لي تقعد لي في المقصوره وخلاص كده وتمشي، تحصل الكارثه انت مش موجود معانا؟ مش يجب ان برضه يبقى في مسؤوليه؟ دي اللي كنت بقول لحضرتك عليها، ان هناك لرؤساء الانديه مسؤوليه ومجالس الادارات مسؤوليه كبيره جدا في التعاون مع الاجهزه الامنيه في هذه المرحله الحرجه على الاقل. صحيح. لتنظيم المباريات. ادي الكلام. يعني لو النهارده اتعملت لجنه امنيه ما المانع ان يتم عمل لجنه امنيه داخل اتحاد الكره تبقى ممثله من رؤساء الاتحادات ومسؤولين امنيين على رفيع المستوى، وعلشان يبتدوا ينظموا هنعمل ايه؟ انما هنفضل ويبدو ان هناك اشتباك ما بين الانديه او ان الامن هو اللي بيعكر صف الجماهير وهو اللي بيعكر صفه. لا، احنا كده بنحط الامن في مأزق هو مش ملوش ذنب فيه يعني. اطلاقا، بالعكس. احنا زي ما انتم حضرتك بداتوا الحوار، احنا مع الامن في كل قراراته، انه شايف من كل الزوايا. احنا ربما بنرى من زاويه واحده لكن هو شايف كل الزوايا. صحيح. ومن ثم لابد ان احنا نكون وراه تماما. طيب انا فاضل لي 4 دقايق، عايز اروح للسوشيال ميديا مره ثانيه اللي بدا بيها الاستاذ اسامه.
السوشيال ميديا النهارده استاذ عصام اصبحت قوه مدمره مدمره. حضرتك نفترض ان انت النهارده رئيس النادي الاهلي او رئيس نادي الزمالك، كيف ستتعامل من خلال قراراتك بتوجهات السوشيال ميديا وما اقصاها احيانا، يعني بتبقى في منتهى القسوه احيانا، تتعامل معها ازاي؟ اعمل اداره السوشيال ميديا عندي. آه. لازم يبقى في اداره ناس متخصصين فاهمين عارفين ازاي يتعاملوا بالسوشيال ميديا، ويبقى على طول بيبعتوا وجهه نظر النادي وبيردوا على الحاجات الاشاعات اللي بتطلع على السوشيال ميديا، يعني بيتفاعلوا مع السوشيال ميديا والموبايلات اللي في ايدين الولاد كلهم. الاداره دي محترفه ومتخصصه بهذا، ومجلس الاداره بيتابع معاها قراراته وبيتابع توجهاته والمعارك اللي النادي داخل فيها والمشاكل اللي بيتعرض ليها وكل وموقف النادي من كل مساله من المسائل المثاره بيتوضح للجماهير وبيتم الرد اول باول على ما ينقل في الميديا المضاده. طيب جميل. هل برضو من وجهه نظرك استاذ اسامه رؤساء الانديه الشعبيه بشكل عام بقى، اهلي زمالك اسماعيلي اتحاد سكندري مصر، دول اكثر شعبيه لان هم طبعا في الاول وفي الاخر عندهم قاعده شعبيه كبيره جدا. صحيح. مطلوب منهم ايه في المنطقه دي؟ هو الاستاذ عصام قال كلام مهم جدا، فكره ان انت تعمل اداره للسوشيال ميديا، وانا بقول لحضرتك ده في الظروف الطبيعيه لو احنا بنلعب كوره في فير بلاي في جمهور كوره هو اللي بيعرض ده، انما يبقى اساسا الجمهور موجه، واما تبقى في حملات بتدفع فيها ملايين الجنيهات علشان نوجه، يبقى الامر مش مجرد. انا رايي يجب ان تتدخل الدوله لتنظيم هذا الامر. يعني انت بس ما بتتكلمش على كره القدم، يعني النهارده مثلا في اشاعه مثلا جالك على الواتساب هيقول لك ما تاكلش فراخ لان المطره جايه لي، ويقول لك انشرها ان المطره اما مطرت ففي 12000 فرخه ماتوا فجالهم زغطه فالفراخ اللي ماتت دي. فانت فاهم حضرتك يعني اساسا في مشكله في الثروه الداجنه دلوقتي في مصر. فواحد بيعمل لها تفاقم علشان يستغل امر، وبصوا بينشرها والناس هتنشرها وفعلا مش هتنزل تاكل فراخ مجمده. والله لاكل فراخ بكره، انت واخد بال حضرتك؟ فده هنا يجب ان الدوله تتدخل. هنا يجب ان الدوله تتدخل لتنظيم هذا الامر ومعاقبه، لان في جرائم بتحصل على السوشيال ميديا، في جرائم بتحصل في استخدام هذه الوسائل، فيجب ان يتم تقنين هذا الامر، وده لازم يكون تدخل من الدوله. ما ينفعش رئيس اما فيما يخص رؤساء الانديه، انا عندي وجهه نظر لكابتن صالح الله يرحمه. كان ساعتها القرار بتاع استبعاد الاربعه الكبار اللي هو كابتن طاهر ابو زيد ومحمود صالح وربيع ياسين وعلا ميهوب. صحيح. وكان في الاستاد ما يقرب مثلا 70 او 80 الف مشجع قاعدين بيشتموا كابتن صالح شخصيا. نعم. وهو بقى كابتن صالح ما تهزش، قال لهم بصوا المدرجات مش هتدير للنادي. هو ده اللي انا بقوله، لو رئيس نادي قوي السوشيال ميديا مش هو اللي هيدير لا يتاثر بيه. هو ده الموضوع، يجب ان انت تبقى اقوى من السوشيال ميديا. نتمنى هذا ونحمد المولى سبحانه وتعالى. بتكلم عن نفسي ان انا اقسم بالله ما بعرف اخش اساسا على حاجه عشان اقراها على الموبايل، هذا الجهاز اللعين. كابتن عصام شرفت ونورت. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. استاذ اسامه شرفت ونورت. اشكرك ميرسي جدا. اشكرك حبيبي. ما قريتش النهارده كومنتات حضراتكم على رجل المباراه، اقراها بمشيئه الرحمن يوم الاحد القادم باذن الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.